نجدد نحن الدكاترة والماجستير الأجراء بجامعة أمراس، نجدد لكم ثقتنا سيدي رئيس الجمهورية الكاملة في شخصكم وفي مؤسسات دولتنا، ونؤكد لكم على كامل دعمنا لكم في مهامكم القيادية التي نتمنى أن تكلل بمزيد من الإنجازات والنجاح في المستقبل. وتوقعنا أنه بعد فترة طويلة جدا جدا من العمل هناك أساتذة مؤقتين أنه يكون في تثبيت والحصول على منصب دائم، لكن للأسف العملية الأخيرة أقصت حامل الدكتوراه والماجستير من ولاية تمنراست، خاصة أنه المنطقة لم تستفد من هذه العملية.